ودائما مع كأس العالم قطر تحذف اسم إسرائيل من موقع حجز تذاكر المونديال. كشفت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية عن غضب إسرائيلي لما وصفته استبدال القائمين على مونديال قطر اسم إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة على الموقع الرسمي لحجز تذاكر المباريات. وقالت الصحيفة في تقرير لها أن أولئك الذين يرغبون في شراء باقات الضيافة لألعاب كأس العالم التي ستفتتح في شهر نوفمبر في قطر سيجدون أن الامتياز الحصري لتسويق الحزم لم يشمل إسرائيل في القائمة، والخيار الوحيد هو الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونشرت الصحيفة صورة للموقع معلقة عليها بالقول: هذه صفحة مخصصة موجودة على الموقع الرسمي للفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. عند دخول موقع اللجنة المنظمة والذي تم بناؤه على حد علم القطريين يتم عرض خيار شراء الباقات من بين أشياء أخرى، خيار لتحديد موقع وكالة المبيعات الأقرب إلى موقع المشتري حسب الدولة. وأوضحت أن الدخول إلى آسيا والشرق الأوسط يعرض جميع البلدان في المنطقة باستثناء إسرائيل، ولكن البحث بين أسماء البلدان يكشف أنه مكتوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.